اهلا بيكي في هير نيوز. نتعرف بيكي. اهلا بيكي اسماء عبد الله. اسماء انتي في سنه كام؟ داخله ثانيه ألسن ان شاء الله. كنت جايبه كام في الثانويه العامه؟ كنت جايبه 97.5. مجموعك في السنه اللي جبتي فيها المجموع ده يعني يدخلك ايه في تنتقي السنه دي؟ يدخلني اقتصاد واعلام وألسن كله صراحه. يعني عارفه ألسن اصلا واخده من كام؟ واخده من 79.5 في يعني في الكسور دي. انتي اصلا كنت جايبه كام؟ 96.5. 96. طب مجموعك يدخلك ايه في تنتقي السنه دي؟ بصراحه كله. طب من ادبي. ايوه. تفتكر كنت جايب كام في ثانويه عامه؟ على ما اعتقد 82%. وانت عارف 80 تدخلك ايه في تنتقي السنه دي؟ والله انا شايف دجل كتير وكلام كتير في تنسيق الثانويه العامه وسمعت يعني ان 80 ديت او 82 ممكن دخلك طب. طب مثلا. وانت في تنسيق السنه دي كنت تحب تدخل ايه؟ كنت احب اخش طب. انت كنت ادبي تدخل طب من ادبي ازاي؟ لا لو انا في تنسيق السنه دي يعني كنت اخش طب. طب انت عارفه اصلا الاولى جايبه كام؟ لا الصراحه مش عارفه. تنسيق اصلا ادبي واخد 65% مرحله اولى. ايوه دي عرفتها. فاللي هو يعني ربنا يوفقهم والله يعني هم ربنا معاهم بجابوا ده ابطال بجد. وانت كان رد فعلك ايه لما عرفتي التنسيق وعرفتي ان كليتك واخده من المجموعه ده؟ لا والله صعب عليا، ناس كتير كان نفسها تخش ألسن ما لحقتهاش. ايوه. هير نيوز اخبارها كلها عندنا.